طيب خلينا نبدأ بالكلاسترينج. تمام، الكلاسترينج تعريفه هو عبارة عن عملية إيجاد meaningful group in data، إيجاد مجموعات ذات معنى في البيانات. تمام، يعني على سبيل المثال شو معنى هذا الكلام؟ شو يعني معنى يعني مجموعات ذات معنى في البيانات؟ انت يعني وكأنه انا بطلب منه انه يجمع لي البيانات تبعتي على شكل مجموعات groups clusters. يعني على سبيل المثال الكاستمرز في شركة معينة ممكن انه يتم تجميعهم بناء على البيرشاس بيهيفيور، بناء على السلوك الشرائي تبعهم. فالزبائن اللي بيشبهوا بعض حط لي اياهم في كلاستر، الزبائن اللي بيشبهوا بعض حط لي اياهم في كلاستر. تمام، فبالتالي الكلاسترينج انه يعتبر طريقة من الطرق اللي تستخدم في وصف البيانات، فبالتالي ممكن تعتبره هذا descriptive analytics. تمام، وممكن انه انت تستخدمه في البري بروسيسنج. تمام، طيب في انا عندي مجموعة من المصطلحات في الكلاستر اناليسيس. تمام، يبقى انت في عندك set of objects اللي هي النقاط تبعتك. تمام، المطلوب انه انت توضعهم في مجموعات، فبالتالي المجموعة الجروبس هذه اللي موجودة مع بعض ممكن او اللي بتشبه بعض ممكن انه هي تمثل كلاستر. تمام، فبالتالي زي ما انت شايف هي انت عندك مجموعة من النقاط هنا. تمام، النقاط هذه تشبه بعض عشان هيك انه هي محطوطة جنب بعض، فممكن انه نعتبرها كلاستر. هذه بتشبه بعض ممكن انه نعتبرها كلاستر، وهذه ممكن انه نعتبرها كلاستر. عشان هيك الكلاستر الغرض الاساسي تبعه انه يوجد لك الكلاستر بحيث انه يقلل، يعمل مينيمايزيشن لحاجة اسمها الانترا ديستانس، انترا كلاستر ديستانس. انترا كلاستر ديستانس، ايش هي الانترا كلاستر ديستانس؟ اللي هي المسافات بين النقاط داخل الكلاستر، انترا داخل الكلاستر، انتر بين، انترا داخل، انتر بين الكلاستر. فبالتالي الهدف الثاني انه انت تعمل ماكسمايزيشن للانتر كلاستر ديستانسز. ايش معنى هذا الكلام؟ انه انت تزود المسافة بين الكلاسترز انه تكون متباعدة قدر الامكان. يبقى الهدف من الكلاسترنج بدنا خوارزمية ايش تعمل؟ انه تجمع لي البيانات بحيث النقاط اللي بتشبه بعض انه تكون قريبة من بعض كتير، فبالتالي انه الانترا كلاستر ديستانس انه تكون اقل ما يمكن، وفي نفس الوقت انه الكلاستر هذا يكون ويل كلاسترد او تم تجميعه بشكل جيد او تم تقسيمه بشكل جيد بحيث انه ما يكونش في اوفرلاب بين الكلاسترز هذه، فبالتالي انه المسافه بين الكلاسترز تكون اكبر ما يمكن، ما يكونش في تداخل بيناتهم، تكون اكبر ما يمكن. فهي الهدف من الكلاستر، فبالتالي الانتر كلاستر ديستانس تكون اكبر ما يمكن، ما فيش تداخل. وهنا الانترا كلاستر ديستانس معنى ذلك انه النقاط بيشبهوا بعض، يعني جيب لي النقاط اللي بيشبهوا بعض وفي نفس الوقت انه بديش ده تداخل بين الكلاستر. هاي معنى الكلام بلغه مبسطه. تمام، ايش انواع الكلاسترينج؟ انواع الكلاسترينج في انا عندي ثلاث انواع، وفي عندي تقسيمه ثانيه بناء على الخوارزميه. النوع الاول اكسكلوسيف او ستريكت بارتيشننج كلاستر. في هذا النوع كل نقطه انا عندي في البيانات مسموح لها تكون انه او تنتمي لكلاستر واحد فقط، مسموح لها انه هي تنتمي لكلاستر واحد فقط. تمام، على عكس النوع الثاني الاوفرلابنج كلاستر، في هذا النوع من الكلاسترينج بيكون مسموح للنقاط لكل نقطة انه تكون تنتمي لأكثر من كلاستر، خاصة انه النقاط اللي موجودة على الحدود ان صح التعبير، يعني انه على البوردرز، انه ممكن انه هي تنتمي للكلاستر هذا وتنتمي للكلاستر هذا. تمام، النوع الثالث هيراركيكال كلاسترينج،
أو الكلاسترينج الهرمي، تجميع الهرمي. تجميع الهرمي ببساطة إنه أنت بتعمل تجميع للنقاط تبعتك بشكل هرمي. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني خليني أقفز هنا للرسمة عشان أوضح لك هذا الكلام. يعني هنا في هذا المستوى أنت بتعتبر كل النقاط تنتمي لكلاستر واحد فقط، تمام؟ بعدين بتروح بتقسم الكلاستر هذا لتو كلاسترز، تمام؟ لاحظ كل مرة انه انت بتقسم لاثنين، بتقسم انه لتو كلاسترز بهذا الشكل، تمام؟ هذا الكلاستر ما بنقسم اكثر من هيك، هذا الكلاستر انه ممكن تقسيمه، فبالتالي بتروح بتقسمه لتو كلاسترز برضه. هذا الكلاستر بأربعة، بارتيشن أربعة لا يمكن تقسيمه، تمام؟ هذا البارتيشن إنه يعني يمكن تقسيمه لتو بارتيشنز، فبالتالي إنه فهذا هيراركي، تمام؟ يعني عند هذا المستوى كم كلاستر أنت عندك؟ عندك هي كلاستر اثنين ثلاثة. عند المستوى الأعلى اطلع شوية زي هيك، كم كلاستر عندك؟ اثنين، هي واحد اثنين. هنا عندك كلاستر واحد، فعشان هيك كلاسترينج هرمي، تمام؟ لأنه فعليا في عندنا معضلة اللي هي اختيار عدد الكلاستر. حنرجع لها هاي السلايد. كيف؟ بيكون ايش؟ هكذا انت في عندك الكلاستر، انت عندك تعتبر كل البيانات كلها في كلاستر واحد، هذا بيكون الاب لكل الكلاسترز، تمام؟ زي ما انت شايف هنا، تمام؟ هذا بارتيشن لحاله، هذا بارتيشن لحاله، هدول الاثنين تعتبرهم كلاستر، وهدول الاثنين تعتبرهم كلاستر، وهدول كلهم مع بعض يعتبروا كلاستر واحد. هنا تقسيمه مختلفة، فهنا زي ما انت شايف انه التقسيمة هنا انت عندك يعني فيها سيمتري، انه انت عندك هنا قسمت لاثنين، وهذا برضه قسمته لاثنين، وهذا قسمته لاثنين، فبالتالي انت في عندك تقسيم الهرمي فيه له اكثر من صورة، تمام؟ يبقى نرجع هنا للتعريف. التقسيمة هذه أو النوع هذا من الكلاسترينج، كلاسترينج هرمي، وصرت متخيل كيف شكله. في أنا عندي نوع ثاني اللي هو بناء على الخوارزمية، تقسيمة يعني أنواع الكلاسترينج بناء على الخوارزمية. كيف؟ بالضبط. لا هذا بناء على طبيعة التقسيم، هل هو تقسيم ستريكت ولا متداخل ولا هرمي؟ طبيعة التقسيم، طبيعة البارتيشنينج. أما هذا بناء على الخوارزمية. في عندك خوارزميات بتعتمد على الديستانس، في عندك بعض الخوارزميات بتعتمد على الدنسيتي، الكثافة في منطقة معينة، تمام؟ فهذا موضوع الكثافة. يعني هنا على سبيل المثال يعني أوكي، يعني هذا السؤال بيطرح، إنه بيطرح نفسه كم كلاستر؟ يعني هاي الاوريجينال داتا سيت انت عندك، هاي هم كلهم النقاط هدول بنفس اللون، ممكن انه انت تعتبرهم تو كلاستر، تمام؟ هاي هدول كلهم بلون، وهدول كلهم بلون تاني، تمام؟ وممكن يكونوا ستة كلاسترز. هدول شايف هدول الثلاثة اخذهم مع بعض، تمام؟ لاحظ انه الكثافة تبعتهم اعلى، تمام؟ ما يعني انه يعني الكلاستر هذا في ثلاث مناطق انه فيها كثافة عالية، فبالتالي انه ممكن ياخذ قرار انه هذا الكلاستر كله او هدول النقاط كلهم، انه هدول الثلاثة كلاستر لحال، هدول الثلاثة الأربعة كلاستر لحال، هدول الثلاثة كلاستر لحال، زي ما هو عندك هيك، هي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كلاسترز، تمام؟ يبقى هنا ركز على الدنسيتي، يعني مش انه والله الديستانس لحال يعني، فبالتالي انه ركز على الدنسيتي. هنا اربعه كلاستر، فبالتالي انه ايش سوى؟ انه هدول شايف هدول اعتبرهم كلاستر، هذا كلاستر لحال، وهنا هدول اعتبرهم كلاستر، وهذا كلاستر لحال، فبالتالي هاي واحد، هاي اثنين، هذا ثلاثة، وهذا أربعة. فبالتالي تحديد عدد الكلاسترز فعلا معضلة، هذه unsupervised. يعني انت بتيجي بتقول لي بدي اياك تقسم لي الزبائن، تمام، لمجموعات، كم مجموعة بدك؟ ما بعرفش، مش عارف.
عشان هيك هذه الطريقة ترايل وايرور، يعني بدك تجرب تقسم، تستخدم 3 كلاستر، بعدين 5 4 كلاستر، 5 كلاستر، وتشوف وتقارن بيناتهم، تمام؟ وتعتمد على الكلاستر فيجواليزيشن عشان تحدد انه هذا تقسيمه كويسة ولا مش كويسة، مفيدة ولا مش مفيدة، تمام؟ فنرجع هنا، يعني صار واضح ايش معنى الدنسيتي، انه هي بتركز على الدنسيتي، تمام؟ والنوع الثالث الهيراركيكال اللي نحن اوريدي شرحناه، انه بكون تقسيم هرم. طيب طبعا هذا شرح للكلام، انه في البارتيشنال كلاسترينج انت بتقسم النقاط بحيث انه ما يكونش في اوفرلاب بيناتهم، اما الهيراركيكال انه بيكون في عندك نستد كلاسترز، كلاستر جوا كلاستر يعني، فبالتالي في عندك هيراركيكال تري. هذا مثال على البارتيشنال كلاسترينج. ايش عرفنا البارتيشنال كلاسترينج؟ انه النقاط فيه بتنتمي لكلاستر واحد بشكل حصري اكسكلوسيف، تمام؟ ارجع هنا للتعريف، اكسكلوسيف اور ستريكت بارتيشننج. ستريكت بارتيشننج معنى ذلك انه كل نقطه بتنتمي لكلاستر واحد، ما ينفعش انه تنتمي لتو كلاسترز، فبالتالي انه هي بكون شكلها زي هيك خلص، انه هذه النقطه خلص بتنتمي للكلاستر هذا، ما ينفعش انه اقول بتنتمي للكلاستر هذا والكلاستر او والكلاستر هذا، فبالتالي هاي الاوريجينال داتا سيت، تمام؟ وهي التقسيم انا عندي زي ما انت شايف كل نقطه بتنتمي لكلاستر واحد فقط، تمام؟ بينما الاوفرلابينج كلاستر ممكن على سبيل المثال انه تلاقي النقطه هذه، تلاقي انه حدود الكلاستر هذه ماشيه زي هيك، متخيل معايا؟ تمام، ماشيه زي هيك، يعني ممكن انه انا انسخ لك السلايد هاي وخليني احاول انه ارسم نوعا ما، تمام؟ فبالتالي انه تخيل معايا انه حدود الكلاستر انا عندي زي هيك، هذا كلاستر وهذا كلاستر انا عندي زي هيك، فبالتالي صارت النقطة هذه تحديدا تنتمي لتو كلاستر، فهذا ممكن انه احنا نسميه اللي هو الاوفرلابينج كلاستر. تمام، واضح. الهيراركيكال اوريدي شرحته لانه كنت محتاج انه اوضح المفهوم، هيو موجود امامك، وزي ما حكيت انه الهيراركيكال ممكن يكون فيه له اكثر من رسمه، يعني انه يعني التقسيمه انه مش بالضروره انه تكون متماثله يعني بهذا الشكل، تمام. طيب ايش هي الخصائص تبعت الداتا، وليش انه هي مهمة جدا بالنسبة للكلاسترنج الجورثم؟ طبعا الخصائص هذه فيها يعني الخوارزمية تبعت الكلاسترنج بتكون فيه حساسية كتير كبيرة لطبيعة البيانات أو خصائص البيانات. إيش أول خاصية؟ الخاصية اللي هي type of proximity. proximity هنا اكتب لي إنه هذه معناها similarity أو تشابه، ترجمة هذه الكلمة proximity يعني تشابه. proximity يعني تشابه. ايش نوع التشابه اللي انت بدك تعتمده في قياس انه على اي اساس بدك تقول انه هذه البوينت بتشبه هذه البوينت، هذا السجل، هذا الكاستمر بيشبه هذا الكاستمر، على اي اساس؟ تمام؟ وايش التايب تبع الدنسيتي ميجر؟ على اي اساس؟ فبالتالي انه هذه احد الخاصيه، تمام؟ الخاصيه الثانيه اللي بتاثر على البروكسيميتي والدنسيتي هي الدايمنشناليتي. دايمنشناليتي اللي هي عبارة عن العدد لما احكي لك السايز تبع الداتا عادة بيكون هو عدد السجلات، لما احكي لك الدايمنشناليتي معنى ذلك عدد الأعمدة، تمام؟ عدد الأعمدة له كتير أثر أو بيأثر بشكل كتير كبير على شكل الكلاستر اللي بتطلع، تمام؟ والخوارزمية، الخوارزميات الكلاسترنج بتكون حساسة لعدد لو للدايمنشناليتي تبعت الداتا سيت. برضه في خاصية تانية في الدايمنشناليتي اللي هي السبارسنس.
السبارسنس ايش مفهوم انه لما انا احكي لك انه الداتا سبارس؟ مرت عليكم السبارس ماتريكس؟ سبارس ماتريكس ايش السبارس ماتريكس؟ هي عبارة عن مصفوفة بتحتوي على يعني معظم العناصر تبعتها اصفار، تمام، معظم العناصر تبعتها اصفار، فبالتالي انه يطلق عليها سبارس، تمام، متناثرة. فبالتالي لما تكون البيانات انا عندي سبارس، هذا يعني في له اثر كتير كتير كبير على شكل الكلاسترز اللي بتطلع معي. شو نوع الاتريبيوت؟ نوع الاتريبيوت، وهذا حكيناه المرة الماضية، انه يعني على سبيل المثال في عندي بعض لما يكون النيومريك تقدر تطبق عليه اليوكليديان ديستانس، مش مشكلة، يعني فيش مشاكل، تقدر تحسب انه اكس واحد، تمام، يعني الفاليو الاولى من السجل الاول، اكس واحد من الصف من السجل الاول، واكس واحد من السجل الثاني اللي وراه، اللي بدك تقيس التشابه بيناتهم، تمام، بتربعه وبتحطه تحت الجذر زائد، بتكرر هذا الكلام لايش؟ لاكس اثنين وهكذا يعني، تمام. فانت بتقدر انه انت تحسب ديستانس متريك يعني باستخدام هذه المعادله، باستخدام هذه المعادله بهذا الشكل، تمام، وبتقدر انه انت تطبقه. عشان هيك نوع الاتريبيوت، لو كان النيومريك ما في مشكله، طب لو كان نومينال؟ حكينا الكلام هذا في الكي مين سابقا، فاكرين الكي مين؟ لما حكينا انه انت بدك تقيس مثلا تشابه الالوان، فاحنا حكينا انه اذا كان اللون متطابق فبالتالي التشابه او ديستانس صفر، ديستانس صفر، ازرق مع ازرق ايش الديستانس بيناتهم؟ صفر، ازرق مع اخضر واحد، ازرق مع بني واحد، تمام، فبالتالي بيكون واحد طالما انهم مختلفين صفر اذا كان متشابهين. فبالتالي انت يعني نوع الاتريبيوت في له علاقة، كذلك اذا كانت انه في ريليشن شيب او في انا عندي اوتو كورليشن بين البيانات، توزيع البيانات برضه، كذلك النويز والاوتلايرز لها اثر كتير كبير في تحديد شكل الكلاسترز، تمام. اوكي، ما هو على حسب انت ايش يعني، انه يعني الاوتلايرز هدول هل هم بتقدر تعتبرهم انه يعني نقاط انترستينج بالنسبه لإلك؟ انت اللي بتدور عليهم مثلا، انه مثلا هذه تعتبر انه حالات احتيال ومحتاج انه انت تعملها ايدنتيفيكيشن، ولا انه هي عباره عن يعني نقاط حالات شاذه او حالات نادره، فبالتالي الاحسن انه انت تشيلها. فبالتالي على حسب التطبيق تبعك يعني، فبالتالي انت عندك هنا في الكلاسترينج قد يكون انه انت الاوتلايرز انه هدول تكتشفهم من خلال الكلاسترينج، او انه انت بدك انه يحط لك كل الاوتلاير في كلاستر واحد مثلا على سبيل المثال، او ممكن انه انت تعتبرهم نويز، تمام، لانه انا بدي اصنف الكلاستر للزبائن، بديش انا زبائن يعني يعني حالات استثنائيه او حالات نادره، تمام، انا بدي الزبائن العاديين اللي صنف لي اياهم اللي بيشبه بعض حطهم في كلاستر واحد. فبالتالي لو ما عملتش هذا الكلام، النويز نويز كاستمرز ايش حيصير؟ حيغيروا لك شكل الكلاستر بشكل كتير كبير، بشكل دراماتيكي، تمام. نيجي لاول خوارزميه اسمها الكي مين، ايش نوعها؟ بارتيشنال كلاسترنج ابروتش. ايش يعني؟ كل نقطه يجب ان تنتمي لكلاستر واحد فقط، تمام. عدد الكلاستر قديش؟ كي، تمام، لازم انه must be specified، انت بتحدد. يبقى هذا يعتبر باراميتر انت عندك في هذه الخوارزميه. كل كاستمر او كل كلاستر لازم انه يكون في له سنترويد، سنترويد اللي هو عباره عن مركز الكلاستر، تمام، اللي هو السنتر بوينت او المين. كل كلاستر في له مين، تمام. فانت تخيل، ارجع لي هنا على الرسمه هذه، تمام، تخيل انه هدول النقاط بدي احسب السنترويد تبعهم، بدي اوجد السنترويد تبعهم، المركز تبعهم. كيف بوجده؟ ببساطة انه انا باخذ متوسط هذه النقاط، تمام؟
كيف يعني باختصار، إن أنا يعني بأخذ متوسط هدول النقاط؟ افترض إنه أنت عندك النقاط هي عبارة عن، خليني أخذ نسخة من هاي. أحطها هنا. أوكي. هدول النقاط، هدول الكلاستر بدي احسب السنترويد تبعهم، تمام؟ افترض انه انت كم نقطة عندك؟ 1 2 3 4 5 نقاط، فبالتالي انت عندك هي، افترض انه احنا عندنا ثلاث أعمدة، اكس 1 اكس 2 اكس 3. كيف بدي احسب السنترويد لهدول؟ زي ما حكينا انا كم صف انا عندي؟ 1 2 الى اخره لغاية 5. كيف تحسب المتوسط؟ ببساطة بتروح تحسب الـ summation تبع إكس واحد على 5. وهنا نفس الفكرة، إنه summation إكس 2 على 5، وهكذا بالنسبة للبقية. طب فبالتالي أنت بتقدر إنه هذا بيطلع عندك عبارة عن رقم، هذا عبارة عن رقم، فهذه النقطة هي بتعتبرها السنترال، تمام؟ هاي معناته انه انت بدك تحسب المتوسط تبع الكلاستر اللي هو يعتبر السنتر تبع الكلاستر، او بنسميه سنترويد. تمام؟ يبقى انت لكل كلاستر بتروح تحسب المتوسط تبعه. نرجع، تمام؟ يبقى هنا each cluster is associated with a centroid، يحسب، تمام؟ كل نقطة لازم انه يتم تعيينها لواحد من السنترويد هدول، انهي واحد؟ الأقرب. ايش معنات هذا الكلام؟ معنات هذا الكلام نرجع للرسمة هنا، تمام؟ خلينا نقول، خليني أمسح هذا الكلام لأنه أنا مش overlapping. أوكي، هجيت السنتر تبع هذا، لنفترض إنه السنتر صار هنا بعد ما حسبنا المتوسط، وهذا السنتر صار هنا، وهذا السنتر صار هنا، تمام؟ افترض إنه أنت في عندك نقطة معينة، لنفترض إنه هي هذه النقطة، خليني اعمل الدائرة الجديدة هذه، فبالتالي انت لازم النقطة هذه تعملها assign، تعملها assign لهذا الكلاستر ولا لهذا الكلاستر ولا لهذا الكلاستر. انت بتقيس المسافة بين النقطة وايش؟ والسنترويدز، وبتختار ايش؟ الأقرب. والله طلع انه هذا، طبعا انت بتقيس المسافة، انت بتقيس المسافة هنا، انه طلع انه هذا هو الأكبر، معنى ذلك إنه بدك تعمل أساين، معنى ذلك إنه هذا بده ينضم لهذا الكلستر. ما دام في نقطة انضمت للكلستر، معناته إيش؟ بدنا إيش اللي بده يتغير؟ المتوسط، السنترويد. ما دام في نقطة جديدة أنا عندي انضمت للكلستر، بده يتغير السنترويد، تمام؟ نرجع هنا. يبقى هنا كل بوينت، كل نقطة، تمام؟ لازم إنه يتم تعيينها للسنترويد، للسنترويد الأقرب. بعد ما يتم تعيينها لازم يصير في عندي تحديث للسنترويد هذا، تمام؟ فالألجوريثم بيزك جدا، زي ما أنت شايف إنه هو عبارة عن تكرار، تمام؟ فبالتالي هنا select k points، هجيت ال k يعني السنترويدز هدول كيف أبداهم؟ كيف يعني المراكز هدول تبعون الكلاستر
ايش هما؟ كيف اول اتريشن كيف بدي اختارهم او كيف بدي احددهم؟ بروح بختارهم بشكل عشوائي. كيف بختارهم بشكل عشوائي؟ بروح بختارهم احد النقاط بشكل عشوائي من الداتا سيت تبعتي. يعني ممكن انا اقول انه الكي 3 تمام، وانا عندي الداتا سيت 100، فبدي اختار الرو 17 والرو 93 والرو 37، هدول بدي اعتبرهم انا السنترويد. اعملوا اساين كل نقطة من النقاط الباقية، اعملوا لها اساين لاحد السنترويدز هدول تمام. بعدين حدث لي السنترويد وعيد الكرة مرة ثانية، اعمل اساين من اول وجديد. كل ما تحدث السنترويد بتحتاج تعمل اساين من اول وجديد. هذا حيبين معاك في الانيميشن حقك. كيف؟ كيف على نفس على لا هذه السنترويد الاولانيه، السنترويد حيختلف انا عندي، المين حيختلف انا عندي، لازم انه انت تحدث المين. فبالتالي هنا ريبيت هذا عباره عن خوارزميه تكرار اتريتيف الجوريثم تمام، لازم انه انت تضلك تستمر لغايه لما يتحقق شرط التوقف. ايش بدك تسوي؟ لكل كلاستر بدك تعمل اساين لكل النقاط لاقرب سنترويد لإله، كل نقطه لاقرب سنترويد. بعدين بعد ما تخلص الاساينمنت تغير، ما دام الكلاستر تغير معنى ذلك انه انت ايش بدك تعمل؟ اعاده حساب السنترويد. ما دام حسبت السنترويد جديده اعمل اساينمنت كمان مره. بعد الاساينمنت الجديده بطبيعه الحال لازم تعيد حساب السنترويدز، وهكذا ضلك بشكل تكراري لمتى بدي اتوقف؟ لغايه لما السنترويد doesn't change. ايش معنى هذا الكلام؟ يصير في convergence، معنى ذلك انه الكلاستر ثبتت، ما فيش تغييرات، الكلاستر assignment ثبتت، السنترويدز ثبتت، تيجي خلاص كل واحد فعلا اتعين للسنتر الاقرب له. فبالتالي حتى لو انت عملت يعني انه تيجي يعني في الايتريشن اللي بعديها تمام، بتلاقي الاساينمنت هو نفس الاساينمنت تبع الايتريشن اللي قبليها، بعد ذلك انه صار كونفيرجنت، ما فيش اي تغيير عندي، ساعتها بتوقف. تمام، يبقى هذا الكلام انه احنا اوريدي شرحناه، انه يعني سمبل ايتريتيف الجوريثم بدك تضلك انه انت تتكرر يعني تكرر لغايه انه انت توجد ال يعني لغايه لما يصير في عندك كونفيرجنس. تمام، طبعا هنا بورجي لك انه ايش معنات الكلاستر اساينمنت. افترض انه انت عندك السنتر هنا، كل النقاط القريبه له تم تعيينها له، هذا الكلاستر كل النقاط تم تعيينها له. يعني على سبيل المثال طلع لي هنا على النقاط هذه تمام، هذه النقطة أنهي بتقرب لهذه أقرب ولا لهذه أقرب؟ لا لهذه أقرب، فبالتالي عينها لهذه الكلاستر مثلا زي هيك. تمام، طبعا هنا ريكاب مجرد ملخص للخوارزمية، هنا كانت مكتوبة كبسودو كود، هنا كانت مكتوبة كبسودو كود. هنا أنا بدي برتب لك إياها بجمل مبسطة. أول حاجة initialize المينز اللي هما السنترويدز تمام، اختارهم بشكل عشوائي اي نقاط من الداتا سيت. بعدين الخطوه الثانيه assign، الخطوه الثالثه calculate new centroids new means بناء على الاساينمنت السابق. ما دام صار في assignment معنى ذلك انه مركز الكلاستر لازم يتغير، لازم اعيد احسبه. اعاده حساب معنى لما يتغير السنترويد هذا بيقتضي انه ايش نعمل assignment جديده، فعشان هيك repeat the process until convergence. واضح المنطق؟ المنطق انه اعمل assign، بعد ما عملت assign هذا بيقتضي انه ايش؟ انه انت تعيد حساب السنترويد. تغير السنترويد معنى ذلك انه انت لازم تعمل assignment من اول وجديد. عملت assignment هذا بيقتضي حساب جديد للسنترويد، عملية تكرارية لغاية لما السنترويد يثبت انت عندك. كيف؟ لا دائما انا بعمل assignment للكلوزست سنترويد.
اه بعدين بدأت أشوف ده بخص معايا مع الراجل ده على الصايم مع الطبق مع العروس العروس ده ليه وأشوف مين الكوباية ده بروح انا مش فاهم انت عايش الليفت. هو بقى هذا السفر المطلق دي ايش انا ما تقولش ان القاتل اللي بده اياه سنترويدز بعدين اللي دائما أستعمل مع الباب بالضبط، باقي النقاط بدها تنتمي لاحد السنترويدز للاقرب. تمام تمام تحسب الديستانس للثلاثه، لنفترض انه الكي ثلاثه، فانت بتحسب الديستانس لهذا ولهذا ولهذا، مين اصغر ديستانس كانت مثلا السنترويد الفلاني، تعمل اساين له، روح على النقطة اللي وراها اعملها اساين، احسب مع الثلاثة مين اصغر وحدة، السنترويد الفلاني اعمل اساين له. هذا حيبين معنا في الانيميشن. هاي الاوريجينال داتا تمام، السنترويدز تبعتي هاي انيشيالي، انه هاي النقاط الثلاثة هذول تمام. هذه اول خطوة. الخطوة اللي بعديها assign، كل نقطة صار لها assign مين السنترويد الأقرب لها، فبالتالي إنه هذه أقرب لهذه، هذه أقرب لهذه، هذه أقرب لهذه، قست المسافة هنا وقست المسافة أنا هنا وقست المسافة للسنترويد الثالث، لقيت إنه هذه أقرب فبعمل assign هنا. فبالتالي كل نقطة زي ما حكيت إنه أنت بتقيس المسافة بينها وبين كل السنترويدز، السنترويد الأقرب تعمل assign لإله. تمام؟ وهنا نفس الشيء، انه انت هذه قست المسافة هنا وقست المسافة هنا وقست المسافة هنا. تمام؟ مين الأقرب؟ لقى انه الأقرب المسافة هذه، فبالتالي أعمل أساين لهذا الكلستر. فطلعت انه بعد أول iteration خلصنا كل الأساينمنتس، لفينا على كل البيانات، عملنا لهم أساينمنت. تمام؟ هذه أول iteration. ما دام أنا طلع أنا عندي لاحظ انه السنتر تبع الكلستر وين مكانها؟ تحت، وصار في عندي نقاط جديدة في الكلاستر، هذا بيقتضي انه المركز يصير له تحديث، بدي احسب المتوسط من اول وجديد، وشفنا كيف نحسب المتوسط. يبقى الخطوة الثانية calculate new centroids، لاحظ انه السنترويدز انت عندك تحركت، صارت في المركز فعلا، في مركز الكلاستر، في مركز النقاط اللي كانت assigned للسنترويد هذا القديم، فبالتالي السنترويد الجديد صار يتموضع في المركز، وهنا في المركز وهنا في المركز. ما دام السنترويدز اختلفت معنى ذلك انه الاساينمنتس بدنا نعيدها من اول وجديد. ليش؟ لانه على سبيل المثال هذه النقطه مين اقرب لإلها، صار السنترويد الجديد هذا ولا السنترويد الجديد هذا؟ هذه النقطه مين اقرب لإلها، السنترويد هذا ولا السنترويد هذا؟ لا، واضح انه هذا اقرب لإلها، فبالتالي انه لازم انه يتم اعاده الاساينمنت. تمام؟ فبالتالي بتترك الكلاستر القديم وبتنضم لكلاستر جديد. ممنوع انه تضلها في تو كلاسترز. تمام؟ فلاحظ الاتريشن اللي بعديها، لاحظ انه النقطه هذه اللي انا اشرت لك عليها فعلا انه هذه النقطه المثلث هذه انه فعلا السنترويد هذا اقرب لإلها، فبالتالي صار اساين لإلها. فبالتالي انه هذه النقطة اختلفت، وهذه النقطة اعتقد انه كانت لونها ازرق وصارت انه بتنتمي للكلستر هذا. تمام؟ هذه النقطة تمام كانت احمر وصارت انه هي اقرب، هذه اقرب لها من هذه. يمكن يكون في فرق قليل في المسافة يعني. تمام؟ فهي الاتريشن الخطوة اللي بعديها. تمام؟ فايش التيرمينيشن؟ ايش شرط التيرمينيشن؟ زي ما حكينا انه نو فيرثر تشينج في الكلاستر اساينمنت. ايش يا استاذ؟ يضلوا ثابت ما يتغيرش. تمام؟ وهنا كيف بدي اعمل ايفالويشن للكلاسترز تبعوني؟ بروح بحسب المينيمال، بدي يعني بدي احسب يعني مينيمايز للتوتال اس اس اي. ايش التوتال اس اس اي؟ انه هنا بدي اروح احسب المسافة بين كل النقاط في كلاستر معين والسنترويد تبعها، اجمعهم واربحهم. تمام؟ عشان هيك انه هذا اس اس اي سم سكويرد ايرور. وهنا نفس الشيء الكلاستر هذا كل النقاط تبعته بروح بحسب السام الاس اس اي لإله، وبعدين باخذ التوتال كله.
تمام؟ حقيقة هذا كل ما كان الاس اس اي اقل كل ما كان افضل. ايش معنات هذا الكلام؟ من ناحية منطقية، لما تكون انت عندك المسافات متقاربة مع بعض في الكلاستر، معنى ذلك انه فعلا النقاط هذه بتشبه بعض، وهذا هو الهدف تبعنا، انه احنا ايش؟ نقلل المسافة بين النقاط داخل الكلاستر. نقلل المسافة بين النقاط داخل الكلاستر، وفي نفس الوقت انه ايش نعمل؟ نخلي النقاط هدول اللي هي السنترويدز تكون ابعد عن بعض باكثر طريقة، يعني او باكبر مسافة ممكنة. تمام؟ فبالتالي فعليا انا ممكن اجرب الكي 3، ممكن اجرب الكي 4 واشوف الاس اس اي لما كان الكي 3، واجرب يعني افحص الاس اس اي لما كان الكي 4. تمام؟ واشوف مين افضل، الثلاثة كلاسترز ولا الاربعة كلاسترز. تمام؟ هيك انا بقدر انه انا اوازن بيناتهم. صحيح. فترة التدريب لا، ما اعتقدش فترة التدريب، بس نتائج الكلاستر اساينمنت ممكن انه انت تعملها فيجواليزيشن، لانه هي تعتبر احد طرق الايفالويشن، يعني احد طرق الايفالويشن. ممكن نعتمد على الاس اس اي، الطريقة الثانية انه احنا ممكن نعتمد على فيجواليزيشن عشان نقرر انه الكلاستر انه كويس ولا مش كويس. طبعا هذا مثال انه احنا واصلين فيه، كنا في الاتريشن السادسه. تمام؟ لاحظ انه هي الزائد، هذه هي السنتر تبع الكلاستر، هذا الزائد سنتر تبع كلاستر ثاني، وهي الزائد سنتر تبع الكلاستر الثالث. طبعا هذا الكلام النتيجه السادسه انه وصلنا له بعد يعني 6 اتريشن. ايش تفاصيل الاتريشن هذول؟ هاي أنا بس بدي إنه أنا أتأكد إنه بيتم تسجيله، فعشان هيك إنه خليني أعرض كمان مرة وأقول له إيه. ماشي، اوكي، مش خلاف يعني، بس انه الانيميشن هذا يعني انه لاحظ اوكي. هذا الانيميشن بيشتغل، لكن اوكي هذا الانيميشن ما اشتغل. اوكي، خليني افرجي لك الانيميشن هذا. هذا خليني افرجي لك فول سكرين. تمام، شوف لي الان. يعني خلينا نبدا الايتريشن من الأول.
بطل يشتغل انيميشن هذا. اوكي مش مشكلة، مشكلة في عندي انيميشن تاني، انيميشن تاني هاي تمام. لاحظ انه انت عندك الكلاستر اساينمنت والسنترويز، انت عندك بيختلف على حسب الانيميشن، وفي عندك الانيميشن هذا هاي بوضح لك الخطوات هاي. كل مرة بقول لك update cluster assignment، update cluster centers، update cluster assignments، update cluster centers، iterative iterative iterative. ففعلا انه هاي السنتر انا عندك كانوا زي هيك تمام، هاي صار في update، بيصير في عندك تغيير في الاساينمنت على حسب السنتر، والسنتر بتتحرك لغاية لما يصير في عندك convergence في النهاية. بتصور انه هذا الانيميشن يعني بوضح لك انه يعني كيف الالجوريثم هذا بيشتغل، وصرت فعلا انه انت متخيل كيف انه الالجوريثم شغال معك. ممكن انه انت تعمل فيجواليزيشن بناء على تو اتريبيوتس انت عندك، عمودين من الداتا سيت، وتقدر انه انت تشوف تلون الكلاسترز وتشوف الكلاستر انه هل هي ويل كلاسترد ولا لا. معنى ذلك انه فعلا انه الكلاستر هذا انه النقاط قريبه من بعض، وانه يعني الكلاسترز انه فيش تداخل بيناتها بالنظر هذا الكلام. فبتقدر انه انت تحكم انه هذا ويل كلاستر. طب ممكن انه انت تشوف على سبيل المثال انه والله هذا المفترض انه هو ينقسم، فبالتالي انه بالضبط انت بتحكم زي هيك انا، فبالتالي انه بتقول بدل ثلاثة بدي اعملوا اربعة كلاستر زي هيك مثلا تمام. يبقى الاوبجكتيف فانكشن زي ما حكينا الاس اس اي، انه انت بدك تقلل السم اوف سكويرد ايرور لكل الكلاستر، يعني بين المسافة بين كل النقاط والمينز تبعها بهذا الشكل. فبالتالي انت زي ما حكيت لك ممكن انت تجرب الكي 3 تشوف الاس اس اي، الكي 4 وتشوف الاس اس اي، كل ما كان اقل بيكون انه احسن وتختاره على هذا الاساس. طبعا هنا تو ديفرنت كي مين كلاسترنج تمام، عندك هاي الاوريجينال داتا سيت تمام، هاي الاوبتيمال كلاستر يفترض انه تكون التقسيمه زي هيك تمام، عندك هنا سب اوبتيمال. لاحظ انه انت عندك هذا تمام، هذه النقاط كلها متمركزة حول بعض وتشبه بعض، بس هو قرر انه هو يقسمها على تو كلاستر، فعشان هيك هذا يعتبر سب اوبتيمال، هذا يعتبر سب اوبتيمال. فعشان هيك يعني ممكن يكون اختيار السنترويدز من البداية انه مش موفق، انه انت اخترتها في مناطق انه لا صار الكونفيرجنس في منطقة يعني انه نتج انه مش ويل كلاستر. فبالتالي ممكن انه انت تعيد التجربة مرة ثانية وتختار راندوم سنترويدز جديدة. فبالتالي ممكن يعني لو تكررت التجربة وكانت انه انت بتأدي نفس النتيجة، معنى ذلك انه اوكي يعني ممكن يكون الكلاستر هذا كويس. لكن في السب اوبتيمال يعني لو كررت التجربة والكلاستر اختلف، معنى ذلك انه السنترويدز اللي انت اخترتها بشكل عشوائي في البداية كانت انه مش موفقة. هاي الاوبتيمال كلاستر انت عندك بهذا الشكل تمام. خلينا نتوقف هنا، والمحاضرة الجاية إن شاء الله بنكمل مع الهيراركيكال كلاسترينج.